يلا نعمل اول حاجه كبيبه البطاطس. وصفه يا جماعه لذيذه جدا جدا هتعجبكم قوي. ايه بقى القصه؟ انا معايا بطاطس مسلوقه ومهروسه. كميه البطاطس قد ايه؟ اي حاجه براحتك. عايزه تعملي ان شاء الله بطاطايتين مفيش مشكله ابدا، هنسلقهم وهنهرسهم، والحشو هتبقى لحمه مفرومه متعصجه بالطريقه العاديه اللي احنا بنعملها زي ما بنعمل مكرونه البشاميل ولا الرقاق، مفيش مشكله. بتبقى بصلايه بتاخد لها لون خفيف كده على في الطاسه، ننزل باللحمه المفرومه، ملح وفلفل، رشه خفيفه من جوز الطيب، ممكن نحط كمان معلقه من معجون صلصه الطماطم وبس، وتبقى اللحمه متعصجه معانا وخطيره، والبطاطس مسلوقه ومهروسه وزي الفل اهو. هنحط بس توابل بقى، ملح وفلفل، رشه خفيفه جدا من الكمون، رشه برده من البابريكا، معانا كمان معلقه صغيره من الكاري، وهنحتاج رشه خفيفه جدا من الشطه. الشطه هتعمل طعم لذيذ كده من بعيد، فاهمين؟ من غير ما نحس انها مشطشطه قوي، هتضيف طعم خفيف وبتخليها تحفه. واخر حاجه معانا شويه بقسماط، بقسماط ناعم بقى، والبقسماط اللي هو بتاع الفراخ البانيه خطير. مسلوقه ومهروسه، عليها ملح وفلفل، رشه شطه، رشه كمون، معانا كمان رشه من الكاري، تمام. وانا بحاول اظبطها اهو عشان تبقى شبه الكوبيبه، ولحمه مفرومه متعصجه عادي خالص، حشينا بيها الكوبيبه اهو بالشكل الخطير ده اهي. ومعانا بقسماط هندحرجها كده في البقسماط، البقسماط هتلاقيه مسك عليها على طول، ولا محتاجه بيض ولا محتاجه اي حاجه كده اهو بشكلها الحلو ده. ومحتاجه بس زيت سخن، يفضل ويبقى حاجه لطيفه منك يعني واخلاق عاليه قوي لو دخلتيها التلاجة بالشكل ده لمده بس 10 دقايق، هتفرق جدا معاكي وهي بتتحمر، تمام. ويبقى الزيت سخن، هتاخد لون خفيف بس وخلاص، وهتلاقيها تحفه. مش محتاجين ان احنا ايه حاجه منها تستوي ولا حاجه، لان البطاطس اصلا مستويه واللحمه المفرومه مستويه، مفيش حاجه. هنحطها كده في الزيت زي ما انتم شايفين، تتقلي كده وتتحمر وتاخد لون ذهبي خفيف، ونطلعها على طول على مناديل مطبخ زي الحلوه اللي هناك دي اهو. يا استاذه سمر مخرجه بقى الخطيره بتاعتنا، ايوه بصوا حلاوتها ولذيذة. عايزين كمان تحطوا مع اللحمة المفرومة شوية جبنة مثلا موتزاريلا أو جبنة شيدر أو حتى جبنة رومي، عايزين تحطوا مع اللحمة المفرومة بسلة وجزر فلفل ألوان براحتكم، بيطلع طعمها لطيف جدا جدا، إن شاء الله تعجبكم وتجربوها بالهنا والشفاء. فاصل بقى بسرعة جدا، نجيب مقادير خلية النحل بحشو الشوكولاتة الحلوة دي، عجينة بسيطة قوي وسهلة جدا وهيطلع طعمه تحفة. خليكم معانا بعد الفاصل.